الأسبوع الماضي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووصفت كل وكالات الأنباء العالمية الزيارة بأنها كانت ناجحة ومثمرة. وكان اللافت للنظر زيارة السيد الرئيس ولي العهد السعودي مشاهدة العرض المسرحي سلم نفسك، واللي بيقوم ببطولته مجموعة من طلاب قسم التمثيل بمركز الإبداع. العرض من تأليف وإخراج خالد جلال، وبالرغم من اعتماده على وجوه جديدة إلا أنه حقق نجاح كبير جدا كان ملفت للنظر. كمان تم اختياره كأفضل عرض مسرحي لعام 2017. كاميرا البرنامج التقت بمخرج وصاحب الفكرة الدكتور خالد جلال. تعالوا مع بعض نتعرف منه على تفاصيل أكتر عن العرض المسرحي وزيارة السيد الرئيس. بيجمع عرض سلم نفسك بين الكوميديا والتراجيديا، وبتدور القصة حول إنسان من كوكب الأرض بيهبط على مجتمع مثالي وخالي من الأمراض البشرية زي الحقد والنميمة، ومن هنا بيكون الصدام بين الإنسان المحمل بالعديد من الأمراض الموجودة على الأرض وسمات المجتمع المثالي. بيناقش العرض العديد من المشاكل زي الإرهاب والتحرش الجنسي وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية. سلم نفسك اشتغلنا عليها فترة طويلة حوالي 7-8 شهور، وخدنا كمان في إعدادها الجزء الأخير حوالي 6 شهور، وهو بيتعرض بقاله 100 ليلة تقريبا، وهو بيتكلم عن السلوكيات الواجب اجتنابها علشان الأمم تتقدم لقدام، وإنه المواطن المصري ده عنده ملف هو اللي بيستند إليه دايما، علشان ده الملف محدش يعرف يفتح هذا الملف غيره، وهو ملف الانتماء للوطن. فدي مهما كان احنا بقى بنناقش بقى قضايا كتيرة، بنناقش الشائعات، بنناقش تصدير الطاقة السلبية، بنناقش محاولة غسيل دماغ شبابنا علشان الارهاب يبقوا يروحوا في حتة غلط، بنناقش قضايا الارهاب، بنناقش قضايا السوشيال ميديا وازاي هي مأثرة على حياتنا وبنمشي وراها كده زي القطيع على اي حاجة تقولها نمشي وراها نصدقها. يعني في حاجات كتير جدا بتتناقش داخل العرض، وفي الاخر بيتقال انه الملف الوحيد اللي انت تطمن له عند اي مواطن مصري هو ملف انتمائه لهذا المكان ولهذا الوطن، لانه هو ده الملف اللي محدش عارف يلمسه. ده سر كمان ان احنا البلد الوحيده اللي صعب جدا ان تسقط. احنا عندنا 100 مليون مواطن مصري، في ثانية لو رحت لحظة انتمائه دي هتلاقيه ياكلك. الدكتورة ايناس عبد الدايم اتفرجت على العرض وقررت ان العرض يتحرك في المحافظات، وهيتعرض في محافظة الأقصر ومحافظة أسوان الفترة الجاية، وبعدين هيرجع هيسافر إلى محافظة دمنهور، إلى دمنهور، مدينة دمنهور ومحافظة الإسكندرية، وهيتعرض في أكتر من مكان في الصعيد مصر وفي الوجه البحري، وأعتقد إن احنا كمان عندنا مخطط إن احنا نروح نعرضه في محافظة إنا. ويعني ده مهم قوي الناس تشوفه، مهم قوي لانه يعني كلام مهم بيقدر يغير سلوك الناس للافضل، وهو الفن كده طول الوقت. انا بشوف ان الفن مش مجرد تسليه، لكن الفن هو فن موجه، وفن لازم يكون بيعلم الناس، وفن لازم يكون بيعرف الناس، لانه الفن اللي مجرد تسليه ده انا بعتبره حاجه عامله زي الكلاون كده. هو فن لطيف، فن المهرج ده، لكنه بيصلح في حتت معينه بس، مفيش شرف اكتر من كده. يعني قصدي ان مجموعه الشباب دول حياتهم اتغيرت بالكامل، لانه يكفي انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفرج على العرض، واتفرج على عرض ما فيهوش ولا نجم. يعني هو جاي يتفرج على مجموعه من شباب، من الشباب المصري الموهوب، وايه الطاقه الايجابيه اللي جات لهم دي؟ يعني ايه الطاقه الايجابيه من وجود رئيس البلد؟ ومش بس هو شخصيا، ده داعي شخصيه من اهم الشخصيات ايضا، وهو ولي عهد المملكه العربيه السعوديه. فيعني انا مش عايز اقول لك قد ايه ده كان له اثر ايجابي
على الشباب دول، وانا اعتقد انه دعمه لمجموعه الشباب دي ممكن يغير حياتهم للابد، لان هم جالهم طاقه ايجابيه من هذه الزياره ومن اعجابه بيهم ومن ان هو رحب بيهم في نهايه العرض وقال لهم ان كنت لازم تستمروا في هذا الابداع. ولا يعني كان يوم بديع، وانا اول ما طلعت قلت كده، قلت ما فيش فخر او وسام او تقدير اكبر من حضور حضرتك النهارده، لانه دول مجموعه شباب ما فيهمش مثلا ممثل نجم، ما فيهمش كده، والعرض ده مش معمول مخصوص عشان نعمل كده عرض بيعرض وتم انتقاؤه طبعا، لانه هذا العرض اتكتب عنه اكتر من 58 مقاله كتبوها يعني مفكرين كتير جدا في مصر جم اتفرجوا على العرض ونقاد كتير جدا، ويعني حركه كبيره واتكلموا عليه بشكل ايجابي جدا. وطبعا انت ما تتوقعش انه يحصل انه مجموعه شباب صغيرين كده يتم الاهتمام بيهم لهذه الدرجه. احنا سعدنا سعاده طاغيه وحاله من الطاقه الايجابيه اللي ممكن بالفعل تكون غيرت كل اللي واقفين على خشبه المسرح، مش هم بس، كلنا. حرص عدد من المثقفين ومشاهير الوسط الفني على متابعة عرض سلم نفسك زي الكاتب الكبير لويس جريس، واللي وصف العرض بأنه عمل ممتع جدا وما كانش عاوز العرض يخلص. كمان أمير الغناء العربي هاني شاكر اللي أشاد بمستوى المسرحية ووصفها بأنها عمل إبداعي متكامل. من الشخصيات البارزة اللي شاهدت العرض كان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والفنانة الجميلة نبيلة عبيد. في التقرير اللي جاي هنتعرف على أبطال عرض سلم نفسك، واللي بالرغم الحقيقة من تجاربهم المحدودة إلا أنهم كان ليهم رصيد كبير جدا لموهبتهم الكبيرة. تعالوا مع بعض نلتقي بيهم، نرجع مرة تانية نكمل باقي حلقتنا. أستاذ خالد، في حاجات بيحط هو عناوين كبيرة، وإحنا بنبتدي ناخد العناوين الكبيرة دي نشتغل على أفكار أصغر. بنتقسم مجموعات بيننا وبين بعض، أو لو واحد يقول يا جماعة أنا عندي فكرة تعالوا نقعد نشتغل. فبدأنا على فكرة العناوين اللي أستاذ خالد حطها، وبالفعل كانت الارتجالات. وبعدين بعد خلاص ما تم الاتفاق على المشاهد، كان أستاذ خالد هو خلاص، احنا بعد ما بيتم الاتفاق على المشاهد مفيش كلمة بتزيد، مفيش كلمة يعني، احنا مرتجل، لكن الأستاذ خالد لما بيحط اللي بنسموه الدستور يعني خلاص كده العرض هو اللي انتهى. دعيت لمجموعة العمل يمكن في شهر رمضان اللي فات ده، يعني انا بشكر الاستاذ خالد جلال طبعا انه خلاني احد المشاركين في عمل زي ده. هو الاستاذ خالد جلال الحقيقه الميزه الجميله ان هو مش بيكون بس فريق، وبيكون اسره متكامله. اشتغلنا على حاجات كتير طول 7 سنين، زي عرض الغنى، عرض الالقاء، وعرض الرقص، وعرض الاخراج. وكان من سنتين ابتدينا التجهيز لعرض التمثيل، فابتدينا مستر خالد واحنا بنقعد مع بعض نحط فكره عامه بنمشي عليها. فحبة كنا بنعمل مشاهد كتير ميوزيكال بس، وحبة كنا بنشوف مشاهد بتتكلم عن حاجات معينة ومشاهد بتتكلم عن حاجات معينة. وابتدى مستر خالد بعد كده يصفي مشاهد. احنا انت لو شفت مشاهد كلها ممكن تعمل مثلا 4-5 عروض تانيين مثلا. فابتدى يصفي كتير جدا جدا، وابتدى ياخد مشاهد يمزجهم مع بعض، فيطلع مشهد مثلا مشهد الوصية ده اصلا 3 مشاهد، ومستر خالد مزجهم مع بعض خلاهم مشهد، وهكذا بقى مشاهد كتير. يعني احنا مستر خالد كثف 6 شهور الشغل بقى على المشاهد اللي خلاص اختارها، والعرض بقى اللي طلع في الاخر. قابلنا خبر ان في عرض هنعمله خارج المركز، وعرض مهم، ما عرفناش هو مين اللي هيحضر العرض الا قبلها بايام قليله. يعني ما خبيش عليك ما كناش مصدقين ان ده ممكن يتم، لذلك ما كناش بنعلن ده يعني ولا حاجه. ما صدقناش الا لما لقينا فعلا سيادة الرئيس وولي العهد قدامنا في القاعه في المسرح الكبير في دار الاوبرا. كانت حاجه يعني مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لنا، كان شيء يشبه الحلم. طبعا ده شرف كبير جدا وكانت مسؤوليه كبيره جدا، بس الحمد لله ان استاذ خالد استاذنا والاب الروحي في مركز الابداع الفني، والاب الروحي لكل الناس اللي فعلا حابين يعملوا حاجه بجد فن، هو اللي دعمنا وقال لنا لا انتوا جامدين وربنا معاكم، هو انا واثق فيكم، والحمد لله والشكر لله. طبعا ده كان احساس بالفخر. يعني دوري في المسرحيه دول جد شويه، دايما بعمل كوميديا عامه في الارتجاليات مع اصحابي مع اي حته، بعمل كوميديا يعني.
بس فاستاذ خالد قال لي ان هو شايفني في حاجه معينه في العرض. استاذ اقول لك رعب ازاي ان انت يعني الفكره نفسها يعني ما كانتش داخله دماغي يعني ازاي هقف قدام الرئيس وسمو الامير. بس الحمد لله عدت على خير واحنا عرضنا زي ما احنا بنعرض كل يوم. كنت مبسوطه جدا 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 طبعا، كنت فخوره وكنت خايفة جدا لأن أنا كده أنا بمثل بلدي كلها، يعني بمثل فن بلدي، فكنت طبعا حاسة كأني أول مرة همثل، كنت حاسة بالخوف وأنا داخلة أمثل على الخشب، بس الحمد لله.